你的。لا لا 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 طب السيرك يا ابني لا احنا عند يونس ليك حق والله يا يونس ما نشوفش وشك حد يسيب الجنه دي ويجي لنا في جهنم يونس انا جيت لك المطعم انا ومراتي واتغدينا عندك بس سالت عليك ما لقيتكش غلطان يا معلم كنت تكلمني وقابلك واظبطك يا عم بطل حوارات بقى وانت حد عارف يوصل لك رقم تليفونه ولا عارف يوصل لك اصلا يا ابني نوع سليمان اصلا ما كناش هنشوف لا 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 بس انا متفق معاك على العاده دي من فتره قصدي على البرنس ده اللي خلاص لبس بدله يا جدعان عم خلاص بقى هنفضل نعيد ونزيد في قصه اختفاء يونس ما خلاص اتقابلنا واتجمعنا واللي حصل حصل جاتكم القرف هو ده يا سليمان خلونا بقى نعرف اخبار بعض انا تقريبا كده ما اعرفش عنك اي حاجه او المعلومات اللي عندي قديمه يعني ها هنبتدي بمين؟ واحنا مش هناكل عم يونس ولا ايه؟ لا ازاي هو جايبنا هنا يذلنا يخلينا نتفرج على الاكل كده ونقعد نتزل بس انا جعان لا لا طب يلا يلا بينا ناكل دلوقتي طب يلا يلا قوم تقعد تعزم هات الفكه معاك يا حبيبي لا لا خلينا احنا في بيتنا انت اخونا قوم يخرب بيتك وبنسينك لا والنبي بلاش البيت ده والله ورجعت يونس بتاع زمان يا جدعان انا بقالي كتير قوي ما ضحكتش كده بامانه والله العظيم شكله حاطط لكم في العصير ده حاجه حاطط لكم حبوب هلوسه عشان كل واحد يطلع اللي جواه طب في تاني والله مش بعيد يعملها كل ده عشان اقول لك اللي ببالك وبرضه مش هقول ما ترحمنا بقى يا عم المذبذب في ايه وانا كلمتك يا ابني انت ايه يا ابني انت دي ما تظبط يا كريم بس يا كريم فيك بقى بس كريم خلاص بقى قلت لك من الاول ريت صحيح عبير لسه بتحب كريم لحد دلوقتي يا عم روميو ما تنسى الماضي بس بقى. يا عم في ايه؟ انت لسه فاكر يا عم في ايه يا فريد بس انت هتسيح؟ يا جدعان انا لازم اطير بجد يلا وقال لي يلا ما تخليكوا في ايه يا جماعه؟ اهلا هاني يا جماعه المدام سوري يعني احنا عملنا لك قلق في المكان يعني لا خالص بالعكس ده انا مبسوطه قوي ان انتوا جيتوا النهارده عشان نوسي مبسوط وده اللي انا عايزاه اوه ايه نوسي ده؟ بس بقى اهلا ده الكلب بتاعهم ده هيطلع عين امه في الحاره بيبي الوقت اتأخر قوي انت لازم تصحى بدري يلا بينا ام سوري يا جماعه بس هو لازم يصحى بدري عنده ميتنج الصبح في ناس جايه لي في الرستوران بكره يعني مهندسين ديكور وكده عشان انا بفتتح قاعه في الدور الثاني مبروك احنا كنا كده كده ماشيين لا احنا خليك احنا لسه قاعدين مبروك يا حبيبي تصبح على خير ليلتك حلوه يا عم يونس مع الف سلامه يا جماعه نورتونا يا اخو يا حبيبي اتفضل قلت لكم اصلا فريد ما يجيش نورتنا يا سليمان مع الف سلامه